السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم إخواني أخواتي. اليوم عندنا واحد الوصفة الخبز دي الشعير، كيجي لذيذ وسهل في التحضير والمقادير ديالو مضبوطة. تبعوا المقادير غادي تنجحوا فيه، وما فيه لا فورس لا طحين أبيض لا والو، الشعير فقط. عندنا الشعير ديالنا ها هو جوج الاكواب، راه المقادير في صندوق الوصف ومكتوبه مع الفيديو. جوج ديال الاكواب ها هما، عندنا 3 د المعالق كبار د زيت الزيتون، 3 كبار بهذا القياس اللي عندكم كتعملوا 3 د المعالق كبار د زيت الزيتون. يا عندنا الخميره معلقه صغيره، دابا الحراره معلقه صغيره كافيه، وكنحاولوا هكا بيدينا ندخلوا فيه ديك الزيت مزيان، تدخل فيه كامله بحال اللي كنبسبسوا، تدخل ديك الزويته كامله في الشعير. هاد الخبز وكيجي ما كتجيش فيه البطعه، ما كيجي رقيق ولذيذ، يجي للفطور الكوتي رائع. كاين الملح حسب الذوق، اللي كيبغي ملح اللي كيبغي نقص. ديك الكوب اللي عبرت به الطحين هو اللي عبرت به الماء، واحد شاط شويه منه، ربع كاس، وكنخلطوا الماء دائما، نخلطوا شويه بشويه باش ما يجيناش داكشي خفيف. ما غادي تشوفوا شحال شاط ليا، لا تبعتوا هاد القياس راه يجيكم داكشي هو. ها هي نفس الكوب اللي عبرت به، ما هزش ليا الكوب كامل ديال الماء، شاط منه. ها اللي شاط، شوف شاط بحال اللي ربع ديالو شاط، وهذا منه جوج د الطحين. انا كنعاود ونكرر، كنغطيوها ونخليها واحد ربع ساعه ترتاح. ترتاح ديك ربع ساعة، وهي نشكلوها. انا عملتها على جوج الخبيزات، نتوما تقدروا تعملوا خبيزات صغار، انا كبارين شوية، تعملوا خبيزات صغار تقدر تجيكم 4 5 حسب القياس اللي بغيتو، انا عملتها غير على جوج. طبلة راه عندي نقية، خطح شي حاجه كنهزها. حاولوا نعملوهم شويه متساويين، واللي فيه من هذا باش كيعجبني هذا الخبز، ما فيه شي خليط اخر من غير طحين الشعير، صالح للناس اللي عندهم المعده، الناس اللي عندهم الكولون، وساهل اكثر من هادشي، ساهل تحضروه حتى تفيقوا في الصباح الا بغيتوه للفطور وتحضروه. كندهنوا هاد الوريقه باش كتجي تسهل علينا بالزيت، وكنقرصوا هاد الوريقه. دائما كنخدمها في الحرشه، نخدمها في هذا باش ما كتكسرش الخبز مني، سيرتو هذا ديال الشعير كيكون شويه دغيا تكسر. ها هي كتبقاو هادي، ديك الجناب شويه كيبقاو خشانين، كان بالموس بالسكين اولا بيدنا هكذا، اش كنقادوهم، كنعطيوها الخاطر كنقادوهم، مي كتجي رقيقه ماشي غليظه. هذه تصلح على الفطور اولا الكوتي كما قلت لكم. ها هي وندهن شويه بالزيت من الفوق، ها هي كنهزها، هي كتجي ساهله، ونعملها طيب هكذا في المقله، ديك الكاغيط اللي كيصلح للطبخ. هاي كنخليها حتى كطيب، ملي كطيب كنطلل عليها شويه باش نشوفها بدات كتحمر، كنقلبها. هاي دابا نقلبها، تجي ساهله قلب،
هكذا هي هي تحمرت. ودائما منين نقلبوها نبقاو نتكيو عليها شويه، نتكيو عليها باش تجي طيبه من جميع الجناب، هكذا باش تجي محمره من جميع الجناب. حيت بعض المرات عرفتوا ملي كتقلبوا كتجي من جهه طيبه وجهه خضراء، هكذا بهذه الطريقه كتجي طيبه مزيان كلها. ها هي دابا طابت، نحيدوها. ونعمل لي اخرى. واللي بغى هذا الخبز يكون كثير كيضرب المقادير، ديك المقادير كيضربها في جوج ويعملها ولا ثلاثه ولا حسب اللي بغى نتوما حسب افراد الاسره. ها هي حتى هذه قلبتها، عاود كنبقى نتكي بحال ما هكذا، نتكي عليها هكذا. هاد العمليه غير باش كتجي محمره من جميع الجوانب هكذا. صافي ها هي طابت لينا الخبيزه ديالنا، نهزوها. ها الخبيزات ديالنا ها هما داغيه، حضرتهم ما فيهم حتى شي حاجه اللي صعيبه، والمقادير ديالهم راه هي مضبوطه الا تبعتوها. نتوما كتشوفوا السمك كيجي رقيق، كيجي ولدادي للفطور ولا الكوتي. كنقسموهم حسب الرغبه ديالنا، كما بغيتوا تقسموهم قسموهم بالهذا بالسكين. انا كنقسمهم على ربعه. كنتمنى هاد الوصفه وهاد الخبز يعجبكم وتجربوه، راه ساهل ولذيذ، ما فيه حتى شي حاجه، ما حتى ديك البطعه ما كايناش. اللي عاملين الريجيم يصلح لهم، مالي المعده يصلح لهم، ولا بغيتوا تخلطوا تزيدوا فيه شي حاجه منسمات، هذيك الحبوب ولا شي حاجه تعملوا حسب، حبه حلاوه ولا زريعه الكتان ولا اي حاجه ولا سانوج. الواحد بغيتوا تخليوه هكذا عادي، في حالي انا خليته عادي غتخليوه عادي. كنتمنى هاد الوصفات تعجبكم وهاد الخبز يعجبكم وتجربوه. والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. شكرا.